بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين، وحلقة جديدة واحدة حلقات برنامجكم صحتك ثروتك. الحلقة بتاعت النهاردة من أهم الحلقات اللي هنقدمها في البرنامج. الحلقة النهاردة بتخص جميع أفراد الأسرة، لأن ممكن أي حد فينا طفل في مدرسته أو في حضانته ممكن يتعرض لإصابات، وممكن ساعتها تبقى إزاي تتعامل مع الإصابات، خاصة الإصابات اللي تخص العظم. ممكن عندنا النهاردة لو حد بيروح جيم وارد جدا إن ممكن يحصل له كدمة، برضه إزاي هيتعامل مع آلام العظام. عندنا الناس الكبيرة اللي بتعاني من آلام الركبة والخشونة وآلام العمود الفقري وآلام الرقبة، كل ده هنشوف ازاي نتعامل معاه بشكل جديد بطريقة مختلفة. عشان كده احنا هيبقى معانا في الجزء الثالث من برنامجنا النهاردة حاجة جديدة في كل حاجة، في تركيبتها، في طريقة استخدامها، وهو هنتكلم على مستحضر يعتبر أول مستحضر ينزل في مصر بهذه الكيفية، وهو البيكساجيل. الفقرة الثانية النهاردة بإن احنا هنتكلم على العظم، احنا محتاجين يكون عندنا شوية معلومات عن العظم. يعني هنعرف يعني ايه العظم، وايه هي العظام، والفرق بين هشاشه العظام ووالدين العظام، وايه هو غذاء العظام، وازاي النهارده نعالج العظام. عشان كده البرنامج بتاعنا اتفقنا ان هو برنامج متكامل. الفقره الاولانيه بتاعتنا زي ما تعودنا كل مره، ولكن نخلي الفقره بعد ما نطلع فاصل.